منتابع مشاهدينا فقرات صباح اليوم لنهار الأربعاء ومنوصل لفقرة على الموضة مع شانتال أزي. صباح الخير شانتال. صباح الخير. كيفك؟ مبسوطة تجي معي نهار الأربعاء؟ كتير. اليوم شانتال نقيتي لنا نعطي هيك شوي عن أبرز لوكات المشاهير بالأوسكار أوردز. صح صح؟ اليوم اخترت، بكره رح احكي عن الاوسكار ايفنت. ما كان في كتير لوكس هيك نحكي عن دسمين نحكي عنه. حبيت احكي عن الافتر بارتي اليوم، الفانيتي فير بارتي، ونشوف قد ما فينا قد ما نلحق نشوف لوكس انا وياك نحكي عنه. بتحمس لهيدا الفقره. فكره الانتقاد اول شيء على طول، في حصه للمصممين اللبنانيين عطوا، بحب بلش فيها خاصة انه اخذوا ضجة كتير كبيرة وكانوا من اروع الفساتين اللي بس جست اللي بالعادة. كانوا بالميركس. اول درس لجونز مول اللي كان لإلي صعب. اول شيء بفتكر انه إلي صعب هو الوحيد اللي بيقدر يعمل ريش ويطلع هالقد حلو. انا وياك على طول بس نحكي خاصة بالميركس، يعني الجمعة الماضية اللي قطع بنشوف كتير ديزاينرز بيشتغلوا ريش. بعتقد انه بس إلي صعب بيقدر يشتغل ريش، يعني هذا لازم نختمها هون لانه حظها متعه يعني. ايه لانه من الاشياء اللي كثير معقول تفقر الفستان، صح، او اذا بطريقه صح تعطيه قيمه وله طريقه معينه. يعني بعدك بتشوفي السيلوات جسمها بطريقه الحلوه كثير، طلعت حلوه على الريد كاربت في محلات كانت شير، الشك كيف مشغول، يعني كان من اروع الفساتين. كثير حلو يعني حتى اذا ما بتحبي الريش ما فيك ما تقولي انه الفستان هالقد حلو هالقد تناسقه، صح؟ والمحلات اللي محطوط فيه الريش ونوعيه الريش يعني لهالدرجه الريش دقيق، بتلاقي انه الفستان حلو واللون بعتقد كمان متقله كمان باللون الفضي. يعني بتشوفي اشخاص عم بيشتغلوا بريش بالالوان القويه كثير دقيق الريش، لا يعني خلينا نبلش مرحله مرحله، يعني تنبلش نشتغله بالالوان القويه دغري بتشوفيه بفقر الفستان، صح؟ كثير حلو كيف خلطوا مع لون الفضه وقد ايه طالع هيك ثقيل وغاتسبي ستايل الدرس. في عنا ميلا كونس اللي كانت لابسه فستان دريبت بالاوسكارز، بس حطيته بس لانه لزهير مراد وكان من اجمل الفساتين. وبتشوفي اصعب التكنيكات هن اللي اشتغلون على طول، المصممين اللبنانيين بنقوا اصعب التكنيكات يختارون للريد كاربت، يعني عامل فستان كله درابي وكتير طالع حلو. بنحكي على طول انا وياك قديه درابي دقيق، قديش معقول ينشغل غلط ويبين غلط بس تكون عم تتحرك السليبرتي. كانت الكورستري كتير حلوه، شكل جسمها كتير حلو، يعني ما في شيء ينقال عنه. واللون كتير حلو، يعني عن جد اللون مع لمعه الفستان كتير طالع حلو. اخر فستان لكريسي تيغن اللي لاول مره بتلبس شيء صح لجسمها، خاصه انه عندها مدى كثير بالصدر كريسي، وعلى طول بيعملوا لها ستايلينج غلط، يعني بيختاروا لها فساتين بتطول لها المدى بعد اكثر، وهي شخص كثير طويل، يعني كثير دقيق الطريقه اللي لازم تلبس فيها. اول مره حدا بيعرف كيف يلبسها، هو فستان لجورج حبيقه كثير لبق لها الستريت كات، الشك كتير حلو، الرافلز، الفتحة، الطريقة حتى الشيب المحطوط فيه الشك قدام بيان لجسمها ضعيف. يعني كنا عم لاحظ بالمرات الماضية انه كانت عم تبين انصح من ما هي من وراء طريقة تنسيق غلط. يعني اللون اللي بقى للقصة اللي بقتها والفستان كان كتير حلو كتير كمان حلو. كانت من البست دريست بالإيفنت. رح ننقل على الصورة الثانية اللي بنشوف فيها كاندل جينر لابسة كاستمايزد بالنسياغا. هلا على طول بتلاحظي انه كثير قليل السليبرتيز اللي بيعملون كاستم ميد، هن عادة بيختاروا لوكس من الران وين بنكون نحن حاكيين عنها من فاشن ويك، بس ديزاينر يعمل لسليبرتي كاستم ميد بياخذ مرات بحدود ال 600 ساعة لينشغل فستان. بتشوف اغلبية الاوقات يا الكارداشينز يا بيونسي يا اشخاص كثير مهمة بهوليوود هن بس اللي بيطلعوا لهم الفرصة انه يلبسوا كاستم ميد دريس. وكاندل لاول مره بتغير ستايل وكان كثير حلو، خاصه ان ظهره كان كثير مفتوح الدريس والطريقه اللي وقفت فيها تتصور. هلا يمكن مش كثير واضح عليك بس كثير فيه فوليوم وكان الدريس كثير حلو عليها. ثاني دريس هو سان لوران لهيلي بيبر. هيلي بيبر على طول سيف، يعني ما بت حلو كثير حلو كتير، بس بتحسيها مثلا على المت جالا بتلبس شو لازم تلبس على الاوسكارز، وعلى الاوسكارز بتلبس شو لازم تلبس على عرس، يعني على طول لا بتقلل، يعني بحسها بتقلل من الايفنت. فانيتي فير افتر بارتي فيك تكون كتير جريئه باللوك، خاصه انه عندها من اجمل الاجسام بهوليوود، يعني كتير سهل عليها تلبس. انت حبيتيه للدرس مع انه كتير ناعم. ايه ناعم حلو، يعني انا عم حب هيدا اللون كتير، يعني عم حس انه هيدا اللون هيك عم يعطي تقل معين للدرس، والقصة حلوة
وهيدي الحركه هيك يلي ما بعرف كانه بال حتى لو شفتيها حد الفساتين اللي حدا اللي هالقد فيه ونشغل هالقد ستايلش بتضلك. انا ما بحب الفساتين اللي حدا يعني انا 3 تون ما بح يعني انا اذا كذوقي ما بحب يعني انا هيدا السي ثرو هيك مثلا يلي معه ديزاين على القماشه وتحته هيدا الستيل ما كتير بحبه. ايه انا يعني بحب هيدا الستيل بس ما بعرف قد ايه هو يمكن مناسب للاوسكارز يعني بنرجع بنقول انه اوقات كتير بس انا الفوليوم بالدراس الاول اكيد انه هو كتير حلو وكتير يمكن بمحله بس انا ما كتير بحب الفوليوم وهيدا السي ثرو بالفستان كمان ما بحبها ما كتير معناه هي من اكتر الاشياء اللي ترندي بحبها على نود اكتر ما بحبها على بلاك على اسود يعني بحبها تكون مشكوكه مع ذهبي هيك مع الالوان الرايقه اكثر ولا مره فيك تقولي انه فستانه غلط او منه حلو بس لا. بتلاقيه على طول سيف يعني ما منا جريئه بالطريقه اللي تلبس فيها مع انه هي شي ذا توب موديل واسمها كثير بيسمح لها انه تلبس اشياء اقوى من هيك. اوكي ثالث فستان عم نشوفه هو لزهير مراد من رانواي فول وينتر يعني من الكولكشن اللي حكينا عنها من فتره يعني وكانت هالكولكشن كثير حلوه هو اللي مشى ترند التول اذا بدك ينعمل هيك دريبت على جسم حتى في الصان العرس اللي نزلوا كانت بهالطريقه انا كثير حبيت هالكولكشن من الفساتين وخاصه هذا الفستان حبيته كثير انت ما بتحبه انه يكون انا مثلا كثير حلو كثير حبيت فوق كنت بفضل مثلا من تحت ينزل اسود بايك مش كمان فوق وتحت عرفتي يعني كثير حبيت كيف مشغول من فوق لانه هيك معمول كانه درابي كمان التول بس من تحت انا ما كثير بحب هيدا الكات هيدا كان يعني من الفان واي دريسز لزهير مراد واخر دريس هو كاستمايزد جار حتى انه شفنا كثير على السوشيال ميديا الطريقه اللي انشغل فيها الفستان اخر واحد باللون الاسود اللي لبسته انيا تايلور جوي كان كثير حلو على الريد كاربت وكانت كمان من البيست دريس وهو هيدا الستايل الكورستري والشير والتول كثير دارج هيدا السنه وبكل الالوان يعني بنلاحظ انه اغلبيه الديزاينرز عم يشتغلوا هيدا هلا هن بتخيل هول ببين جمالهم اكثر بس يمشوا صح يعني تاخذي كثير بوز هيك واقفه فيهم ما بتعطيهم حقهم بالوقت اللي وقت تكون السليبرتي جسمها هالقد حلو وتكون عم تمشي على الريد كاربت بحسه بيعطي لوك كثير احلى في عنا بثالث صورة الصورة اللي بعدها جيسيكا تشستين اللي كانت لابسة فستان أخضر لغوتشي لأول مرة البيسي بيطلع حلو هلا بديك تشوفي بعد ما بعرف إذا شفتي أو شفتي على أقرب بس كان كتير حلو عليها الكورستري اللون خاصة أنه هي ريد هيد يعني من كل النواحي الفستان زابط وكان كتير لبق لها مع لون بشرتها ولون شعرها يعني إذا بدك تختاري لون لريد هيد هيدا هو اللون بالذات اللون الأخضر ليلبق لهيك شخص والبليسي كتير دقيق أنا بليسي بلاقيه كمان مثل الريش يعني إذا ما كان مشغول صح بيفقر وبينصح أول مرة بشوف حدا بيشتغل البليسي على درابي يعني كتير حلو كيف كانت مشغولة القماشة تاني أوتفت هو لازندايا اللي كانت لبسة سوت سبورت ماكس سبورت ماكس هي براند تابعة على ماكس مارا براند التليانية هلأ منازلين براند اسمها سبورت ماكس حكينا بالمرات الماضية عن رانوي لوكس وكانوا كتير حلمين بباريس فاشن ويك زندايا على كل حال يعني عطول عندها ستيل خاص فيها ولا مرة إلا ما بتكون من أجمل اللوكس بالإيفنت حتى لو لبست سوت يعني بالأوسكارز كانت لبسة أوتفت كتير حلو بالأفتر بارتي هي السوت بيلبق لها حتى طريقة اللي بتعمل فيها بوزنج الاتيتود شخصيتها على الريد كاربت بتعرف كيف تعطي يعني جمال للقطعة وتبينها بطريقة أحلى بتعرف كيف تلبس السوت وكيف توقف فيه خاصة أنه البليزر كات كتير حلوة وكتفة كتير حلو يعني كتير. ولا مرة زندايا لو مين ما كان لابس فستان حدا بقلل من قيمة اللوك اللي هي لبسته لو كان كاجوال كتير ستيلها حلو ولا مره بتغلط فيه بس عايشه بهالنعمه شانتال عم تقول عنك بتعرفي تلبسي بتعرفي تلبسي نامي وارتاحي يعني خلص في زوي كرافتس اللي كانت لابسه فستان لسان لوران هلا في شغله الفستان من ورا ظهره كثير مفتوح وكثير حلو انا كثير بحب هيدا الستيل انا بحب المينيماليستيك ستايل كثير والسمبل ستايل كثير بس شغله صغيره خاصه انه زوي كرافتس هي معروفة بهالستايل يعني ما فينا نجي نقول انه ليش لابسة هيك بإيفنت مثل فانيتيز افتر بارتي بس لأنه هي هيدا ستيلها على طول فيري سيمبل
very minimal. بس شغلة إنه في حال حدا بده يلبس هيك دريس، كنت بفضل على القليل يكون شقفة وحدة بالخياطة ليعطي تقل للخياطة. أنا ما حبيت إنه التيرتل ناك كان إلها درزة لحال غير الفستان. ما كتير بيّن هون. يعني حسيت هيدي ال ال إيه؟ الشغلتين المفصولين فقروا من الفستان، لأنه هو أوت كوتير ولأنه مشغول كاستمايز لإلها، كنت بفضل إنه يكون قطعة وحدة يتقل. كان حلو شوي كمان تشتغل على الأكسسوارز يمكن، يعني ما بعرف بلكي حلا. يعني كتير شخص ما بيفوت بهالتفاصيل، بس كنت بفضل خصرة يتحدد أكتر، تكون أجأ على الخصر والقطعة تكون فرد واحدة للمينيمال ستايل. بس غير هيك أكيد يعني ما فينا نجي نقول إنه ما إنه حلو. هيدا ستيلة وكتير بالبقلة والجرس كتير حلو. اخر جرس لكيت كيت هاتسون لبسها كارولينا اريرا، الكورستري السوداء اللي عم نشوفها حلو كتير حلو. اكيد وكتير بالبقلة وهي كتير ناعمة، حتى انه هيك ستايل الكورستري شوي مختلف، يعني لما تكون في كتير تكرار بهيدا الستايل عند كل الديزاينرز. مزبوط، يعني هيدي الحركة الصغيرة عاطية هيك انه غير الدرس. رح ننقل على الصورة اللي بعدها، هيك جمعت فيها اكتر لوكس ما حبيتها. أنا كنت مفكرة غير صورة رح تطلع، منيح ما قلت حبيتها. هون في عنا بهيدا الصورة في عنا بيلي آيليش وكورتني كارداشيان عم بيمزحوا رح يغيروا تيابهم ورح يرجعوا يطلعوا. بيلي تستريك لازم يكون اسمها. رح يغيروا ويرجعوا، يعني ما بفتكر رح يضلوا بهالفساتين. هلا كورتني كارداشيان لابسة فينتج دولتشي أند غابانا. أنا بحب الغوثيك ستايل بتعرفيني، وهي في شغلة إنه هن الكارداشينز كتير بيتأثروا بالشخص اللي بيحكوا معه، بينقلوا ستيلهم على ستيله، مع إنه هن بيبقوا بيلبسوا حلو. ما بعرف ليش مغيرة الستايل تبعها من بعد ما صارت تحكي مع ترافيس بهالطريقة. كنت بفضل لو بتضل بالكلاسينس اللي كان عندها إياها بلبسها، حتى لو بدها تلبس غوثيك. يعني أنا كتير بحب الغوثيك وبحب البانك لوكس وما تقبلت الفستان. هلا لما نكون عم نحكي غلط بالفيديوز وبالصور بعد اجمل، لان المقطع اللي فيه اللون الفضي كتير ببين اتقل، فيه كتير لمعه حلوه، والفستان بالنهايه فينتج وكتير تقيل. بس منصحة القماش مش ملايمتها، هي أضعف من هيك، اللون مش نايم، مش مناسب بشرتها، يعني من كل النواحي الفستان منه ناجح. حتى أنا بس تطلعي فيه مش فستان بتقولي عنه أنه حلو، بتحسي فيه شي غلط. حتى لو بتحبي هذا الستايل ما رح تتقبلي فستانه، يعني أنا ما حبيته أبدا، مع أنه كانت لبسة كتير حلوة على الأوسكارز. بيلي آيليش كمان كانت لبسة دريس لسيمون نوتشا هيك تافتة ولبسة بوتس. هلأ بيلي آيليش ما كتير فيك تحكي لأنه هي شخص بعده ما اكتشفت ستيلا بعد، يعني انشهرت بعدها كتير صغيرة. وعادة بس أشخاص ينشهروا بهذا العمر تلاقيهم كتير بيطلعوا وبينزلوا بستايل وبيغيروا مود وهيك، بيكونوا بعد ما اكتشفوا الايدنتيتي تبعهم، يعني بعدها بالفاز اللي شوي بتلبس كتير دارك. ما لأنه تكتشف قريبا. على أمل ما تشوف هيك شيء بقى. على أمل أنه شوي. لا بس أنه ما فينا نقول هيك، لأنه كمان هول أشخاص بيكون في حدهم كتير تيم قوي، يعني بس بهالعمر ما فيهم يعني يقنعون، يعني بعد في هيدا هيدا اللي لا بدي البس مثل ما انا بدي، لحديث ما توصل لعمر خلص بتبلش تفهم انه في اشخاص مفروض تكون مسؤوله عن هالاشياء، تبقى بتحب تلبس كاركتير اكثر بقى. يعني رح ننطر النمو. في ريتا اورا دي لبسها لمس سوهي. مس سوهي اذا بتتذكري مره حكيت عن براند يابانيه، صح، عملوا كولابوريشن مع دولتشي اند غابانا اللي عندهم هيدا الستايل الجيشه مع شاك. يعني الاشخاص اللي بتحب هيدا الستايل اكيد رح تحب الدرس اللي لبسته، خاصه انه الكاب اللي كانت لبستها كان فيها كتير شاك حلو وامبرويدري. وفي كريستين ستوارت المشكلة انه انا ما بعرف ليش بتوقف هيك، يعني بتحسي على طول كأن حدا دفشة على الريد كاربت وزعلانة ووقفت، مع انه هي فيس شانيل ولبس شانيل وما بتلبس غير شانيل. هلا بفهم انه هي يمكن اختاروها لانه عندها التوم بوي ستايل وغابرييل شانيل كان عندها هيدا الاتيتود، بس بالنهايه شانيل كانت شخص كثير كلاسي وكان عندها ركزه بوقفتها وكانت شخص لئيم وعنده شخصيه. يعني ما بلاقي ابدا انه مفهوم ليش هي فيس البراند
وما بتلبس غير شانيل بالإيفنت وبتحسيها بتنزع الأوتفت يعني الطريقة اللي واقفة فيها ما قدرت حتى أطلع بالفستان وما بدي أحكي عنه. طولي بالك شاطر خلص روقي بتهون. هلا الفستان ليس وشير عليه هيك ريبن إنه very classy very شانيل بس إنه أكيد لو بس هيك وقفت بطريقة مختلفة قدي بتأثر عن جد بوستير الجسم واليوم والفايبس تبع الشخص ممكن يحببك بقطعة تكون هي كتير سام وشعراتها على طول يعني effortless وبتحط هيك شوي متحسيها مثل كأنها حتى موسع شعرها على طول يعني ما بينشغل عليك الشعر مع أنه أنا كتير بحب الناتشورال هير وبحب الشخص أنه يكون شعراته طبيعين لو بإيفنت رسمي بس هي وبيكسروا هيدا الشيء حلو هي بالتحديد بتحسيه مش معمول من الأساس يعني لابسة أوت كوتير أهم براند عالميا نمبر 1 بالشامب ساديكات تجي بتشوفيها لبستها بطريقة بتفقر اللوك أنا هيدا رأيي كل واحد نعم بادر هيدا رأيي رأيي فعلا يعني موضوعي ولائق يا الله يا شاطر ننقل على الصورة دي بعدها هولي البست دريس لوكس كانوا بالنسبة لإلي أول شيء في أليساندرا أمبروزيو اللي كانت لبسة أوتفت لستيفان رولان من أجمل اللوكس عن جد اللي كانوا وهيدا هو الستايل بالتحديد اللي لازم ينلبس بالأفتر بارتي مثلا شفتي هون التولي اللي مستعملة هيك السودة على حلوة يعني أنا بحس أنه هيدا التول منه بحاجة كتير لتزخرف يعني صح. جماله هو بس يكون هيك وهن عندهم القدرة يلبسوا هول الكاتس تحته يعني نحن عنا بلبنان ليه بينزعوها يعني على أمل ما كتير يلبسوها لأنه نحن عنا بلبنان مننجبر صراحة يعني أنه ما بنطلع هيك يعني مثلا الكات الميو إذا فينا نقول شارت سو نلبس شارت وحتى كتار منا يعني بأعراس أو بأشياء وقعوا بهيدا الغلطة أنه كنا نبطن بطريقة شارت أو تنورة كتير ينزع الدراس يعني تشوف الصور تقولي كتير بشعين سو هون عندهم بريفيلاج يعني هن أنه كتير حلو الفوليوم اللي على الكتف الأوف شولدر اللي عامله عادة كتير هيك روي للأوتفت الساتان مع التيول يعني كل تفاصيل الأوتفت حلوة في ألسا بالصورة الثانية دي لبسة مونو أنا عادة ما بغار يعني مشهور أنا عادة ما بغار وبتمنى الخير للكل بس زعجتني صراحة هي مستفزة يعني ما إذا قصدها تستفزنا يعني أو أنه نحن قاطعين بسنتين كورونا يعني جسمها الدرس الميك أب الشعر يعني كل شيء فيها حلو غير انه مونو بيعملوا من اجمل الفساتين عن جد هالبراند اللي ما بيعرفها يفوت يشوف الفساتين اللي بيشتغلون بيعملوا توجع لنا قلبنا انه نشوف وما معنا نشتري حتى هيدي الشقفه اللي ما حتوت على البطن ليش انتك عن جد ستايل البراند كثير حلو كتير. وكتير حلو كيف لبسته يعني حتى جسمه عاده هيك دراس ممكن تقولي عنه مستفز صح. او تقولي مش حلو او تشيب مش معقول انه لاول مره بتطلعي ما بعرف اذا هو الجسم لانه هالقد حلو عاطي كمان لوك حلو للدرس جسم والقماشة الفستان صح. الخياطه حتى فارم الكتف كيف هيك معمول على حلو. الرقبه عطى تقل يعني كل تفاصيل هذا اللوك بالنسبه لي كان اجمل لوك بالبارتي يعني مش كمان. معقول شو كان حلو في هايدي كلوم اللي على فكره هو الفستان مش حلو قد ما هي كيف لبسته يعني الطريقة اللي عملت عارفة الشعر كيف عملته البوزنج تبعها جمع الدرس كتير مع انه بس فتت عند البراند لاشوف الدرس شوي قلت ولا ممكن حتى انه فكر انه حدا يختاره لشخص بس هي هايدي كيف بتتحرك بالدرس كيف تعمل بوزنج بتعطيه كاركتر للفستان يعني بتقلبه بطريقة كتير حلوة وكتير حلوة الصورة كيف مصورة فيها في كاميلا مانداز اللي كانت لابسة كارولينا إريرا بالدرس السيلفر كمان كان درس كتير حلو يعني حتى إذا بتشوفي تفاصيله عن قريب والفرنجز واللون يعني هيدا أنكل كوت حلو يعني هلأ عم بشوف كتير أشخاص أنه عم بيخيطوا أنكل كوت لأندارج دقيق الأنكل كوت وله طريقة بالستايلينج وحتى الصندال اللي لازم تنقي معه لازم يكون كتير منتبهين شو هو لأنه معقول يبين القطعة كلها غلط أو يدبش الشخص اللي لابس أنكل كوت بس عليها كتير حلو والكورستري كتير حلوة حتى أنه هؤلاء أشخاص الطريقة اللي عم يتحركوا فيها ثابت الفستان عليهم يعني مش أنه بس بالصورة هو هيك الدرس كتير حلو كيف راكب على الجسم رح ننقل على الصورة اللي بعدها بعد في عنا صورتين أوكي. هون في عنا جوليا فوكس لابسة
ديزاينر دنماركي اسمه هان. الفستان كان كبير علي، انا كثير بحب هذا الستايل بس، وخاصه انه هلا بكوبنهاجن كثير في ديزاينرز رايزنج ديزاينرز كثير قوي وعم بيعملوا ستريت ستايل لالون وفاشن ويك لالون، يعني بتحس هيك عن جديد بارزين صايرين كثير، ولبسه هي ديزاينر كثير قوي بهذا اللوك الدارك درس جلد. بس جوليا فوكس المشكلة انه نجحت بالسموكي اي الاسود، حكيوا عنه هلأ كل ايفنت بتطلع بالسموكي اي الاسود. ما بنعمله بينجح. ومين طلع لانت يعني ناطرتي اسمعني هي انه مفروض شوي تنقل على ترند اللي بعده بس تنجح الشغلة، لانه هلأ خلص ما بقى حدا عباله يشوف السموكي اي، يعني نزعت لنا اياها. كل ايفنت بتلبس عم تعمل زيت الميك اب وهي شخصيا عم تعمله، يعني كمان يعني عملت تيوتوريال عليه، يا ريت وقفت هون رجعت اجت على الفانيتي فير بارتي لبسه نفس حامله زيت الميك اب. تاني لوك امبارح ميسا عم بتقلي معقول هانتر لبسه هيك اوتفيت على على البارتي على الافتر بارتي، انه هي صارت ات سيلبرتي. استحيت الا انه انا لو رحت كنت لبسته هو زيته على اسود. سامع يا ميسا؟ والمشكله انه ريك اوينز، يعني انا ريك اوينز عايش فيه، ما بقدر ابدا بولا طريقه انتقد هيك لوك. هو كان دينيم لوك ميرميد كات بيواشت دينيم، يعني جينز مغسل، وانا بعرف لانه كنت اشتغل هونيك بعرف قديش هيدا بروسيجر صعب لتنشغل هيدا الفابريك ولينعمل بهالطريقه الواشت، وخاصه انه هيدا ستايل ريك اوينز اتس ا جوثيك ستايل، وانا بحب هيدا الستايل. يعني بعرف انه في اشخاص ما معقول تتقبل هيك لوك على الافتر بارتي، بس هو بس منه يعني مزعج، يعني ممكن انه اشخاص تحبه، منه انه ما فيه شيء غلط، ما فيه شيء غلط ايه او بشر، بس بالنهايه هو اتس دانم لوك اتس ا جوثيك دانم لوك. انا الالوان هيدا ما بحبها، يعني انا هيدا الالوان دائما الباهته، حتى الجري بركي لانه انا ما بيلبقولي ابدا، بحس انه ما هو الباليت اللي بيشتغل فيها هي بيج وجري وابيض واسود بس. يعني ما بيشتغل بولا لون تاني، هو بالاساس بيركز على لون الاسود زلمه منفرفح بحب الالوان مثلك شانتال، يعني يعني خرجت مدرسته شانتال اللي بضل بالاسود. اوكي في عنا تالت صوره عم نشوف فيها ديكورا جونسون لابسه جوتشي، كتير حلو الدرس، كتير حلو الدرس وكان من البست دريس لوكس، بس منشوفها كتير بهالستايل، يعني صار قطع مرتين زيت الكوت كلهم حلوين، ولا مرة فيك تقولي من أجمل الفساتين، حتى البوز الميك أب اللون الدرس مع بشرتها كتير حلو صح. بس قبل بمرتين كمان كان في زيت الكوت وحكينا عنه تبهي، يعني ليكي مع الأصبع، يعني مع الأصبع انتبهي على حالك تالت مرة بتظهرك من اللعبة شاطرة، ما بتقعد تحط لك صورتك استفلي شوفي مين بده يحكي عني. أنا ما فيي ما أقول أنا لابسة هالكوت قبل بمرة مرتين، يعني بس كتير حلو الفستان. توجهي لباريس إلى كاميرتك هون صدقتي كثير حلوين انفعالاتك، بليز خلص. أوكي في عنا آخر دريس للوري هارفي، كانت لبسة توني ورد. أول شيء هذا دريس أنا قبل ما أعرف لمين كتير حبيته، كتير أشخاص بعتولي عم بيفرجوني، بصير يبعتولي أصحابي منهم أنت دريس بحبونا على أساس أنا ببعتلك إلا تحبيه، ببعتلك لتنفذي وبعدين شفت أنه لتوني ورد كتير انبسطت عن جد، أنه مش معقول اللبنانية على هالريد كاربت قديش كانوا فساتينهم حلوين، قديش ما فيك تعلق ولا على الخياطة ولا على الستايلين، يعني عن جد رائع كان الدرس، وكل الفساتين اللي اشتغلوها كانت كتير حلوة. اخر صورة رح نختم فيها لكيم كارداشيان، لبسة كمان درس بالنسياغا بوب بلو، يعني البلو هيك اذا بدك هايلايتر بلو من الاشياء اللي درجة عم نحكي عنها درجة كتير، مع سان جلاسز وحلق مبينة طويلة، يعني بأول صورة مبينة طويلة مع انه الدرس من قدام قصير، لبسته مع بوتس اسود وهذا الشيء ما معقول يلبق غير عليها مع انه هي شخص قصير بس هيدا الستايل بيلبق لها كتير. هلا هي كتير عم تلبس هيدا اللوك من بالنسياغا، يعني عم بيتكرر شوي على الوان مختلفة، بس انه كيم كارداشيان وما حدا بيعمل بوزنج مثلها، يعني عن جد على الريد كاربت ما حدا وقف مثلها، من التوب مودلز الكبار جملت الدرس والصورة بالطريقة اللي عملت فيها بوزنج، واللون كان اكيد كتير حلو، الاكسسوريز شعر المود وكل شيء، بس انه هي صار لها فترة لانه هي شيز ذا فيس اوف بالنسياغا والكامبين كانت هي ما عم تلبس غير بالنسياغا وهيدا ستايل بالذات.
ارتحتي خلصتي شت خلقي ارتحت كل الستريس شانتال هيك بتفضي بهيدي الحلقه. لا بس عن جد حلقه حلوه وكثير بننبسط شانتال مثل ما قلتي انه عن جد المصممين اللبنانيين يعني عم بيبدعوا بكل الاماكن يلي هن بيكونوا ملبسين فيها مشاهير العالم. شكرا لك شانتال، شوفك انا نهار الاحد وهلا مش